كلام كتير اتقال عن الزعيم عادل امام في الفتره الاخيره، منها رغبته في اعتزال الدراما والعوده للسينما في فيلم بيجمعه مع يسرا. بس عادل امام خرج عن صمته وقال انه بيستعد بكير لرمضان 2019 بمسلسل جديد من اخراج وانتاج ابنه رامي بعد مسلسل عوالم خفيه. بالقرار ده بيستمر غياب عادل امام عن السينما من بعد اخر افلامه زهايمر اللي قدمه في 2010. الوردي يا بيه انت مين؟ انا الجنايني. جناني مين؟ ما عنديش جناني يلا. واشترط الزعيم على رامي امام في مشروع الدرامي الجديد اللي هيقدمه في رمضان 2019 انه يكون سيناريو كوميدي بعد ما حس انه محتاج يرجع تاني للكوميديا. صباح الفل عالمي. انت ايه اللي جابك؟ انا قلت انا عايز نوها بس. انت وحشتنا بس الشويه دول، قلت اجي يعني يمكن تكون عاوزني في حاجه. لا انا مش عايزك في حاجه. والايام اللي جايه هيبدا رامي استقبال عدد من السيناريوهات من خلال شركته والاستقرار على واحد منها بنهايه العام الحالي. وكان مسلسل عوالم خفيه لعادل امام حقق نجاح كبير في دراما رمضان 2018، لكنه تناول مواضيع سياسيه واجتماعيه وما كانش للكوميديا نصيب كبير فيه. ما هم حطوا ايدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الاسعار زي ما هم عايزين. عوالم خفيه شارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، احمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى. وشهد المسلسل مشاركه عدد من ضيوف الشرف، كان منهم فاروق الفيشاوي، انتصار، ويسرى. يسرى. ايوه انا كنت عايزه حضرتك في موضوع بس سري حبتين. خير؟ سر ازاي؟ كنت عايزه اكتب المذكرات بتاعتي بس بايدك. إلا أن محمد رمضان فجر مفاجأة مؤخرا لما أكد أنه على طلب من الزعيم الظهور كضيف شرف في العمل، لكن الرد على طلبه كان بالرفض. أنا كلمت صديقي محمد إمام قبل رمضان اللي فات بثلاث أربع شهور، قلت له يا محمد أنا طالب طلب من أخويا. قال لي اتفضل يا محمد. قلت له أنا نفسي أطلع ضيف شرف ولو مشهد مع أستاذ عادل. وكانت النتيجة الرفض، ان استاذ عادل رفض ان انا امثل قصاده. فهل ممكن رغبه محمد رمضان تتحقق في المسلسل الجديد ونشوفه بيض...